ما رح احكي اي شيء بالمقدمه، لانه الصراحه التحديث 15.10 كان مليان مفاجات وتحديات وسكنات مجانيه وغير هيك اكثر من حزمتين وسكنات ورقصات وبشكل خرافي. فان شاء الله بهذا المقطع رح اقول لك عن التحديث 15.10 وعن احجامه وعن كل شيء فيه بالنسبه لتغيير الماب والثلج والكريسماس واضافه السلاحين والسكنات المجانيه، واشرح لكم عن التحديات واحكي لكم شوي عن موضوع صناع المحتوى. فكود دعم الايتم شوب نيمو 9، ولا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد، واللايك بهمني جدا ليوصل المقطع لكل مكان وتشيره مع صاحبك. فيلا مع بعض، فلا والله بسكان الطاوله الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة لتحديث 15.10 شباب، اليوم نزل معنا بتاريخ 15/12/2020، يعني قبل الكريسماس ب 15 يوم، او عفوا راس السنة ب 15 يوم. بالنسبة يا شباب لهذا التحديث رح ينزل معنا اغراض الكريسماس وراس السنة والثلج ومثل ما تعودنا بكل سنة. ولكن قبل ما بلش احكيكم عن التسريبات من داخل ملفات اللعبة، مثل العادة بدي اقولكم عن الاحجام. بالنسبة للاحجام كان الاكس بوكس 3.7 جيجا، وبالنسبة للبي سي كان 12 جيجا، وبالنسبة للنينتندو 3.2 جيجا بايت، وبالنسبة للبلاي ستيشن 5 فور ما بعرف اي شيء عنه وما كنت اعرف قد ايه احجام التحديث، فاكتبوا لي تحت بالتعليقات قد ايه حجم تحديث البلاي ستيشن 4 او الفايف يعني بشكل عام. وبالنسبه للتحديث الثاني اللي هو بيكون للبي سي يا شباب، التحديث الثاني عباره عن 14 جيجا بيرفع لك اعدادات اللعبه على الهاي كواليتي، فهذا الشيء بتلاقي من داخل اللانشر مثل ما ظاهر امامكم، بتفوت بتكبس نقطتين هون وبتفوت على الخيارات على الاوبشن، بعد منها بتنزل لو انت حابب ترفع الدقه. هذا الشيء رح اعمل عنه فيديو منفصل، مو مهم هلا حاليا، ولكن خلينا نركز على التسريبات اللي هي تبع 15.10. اول شيء خلينا نبتدي بصناع المحتوى والايميل اللي اجى لصناع المحتوى. مثل ما ظاهر امامكم هذا هو الايميل، يعني اكثر شيء رح نشوف فيه انه رجوع اسلحه قديمه مثل التشير جراند ومثل سنو لانشر، هدول الاثنين رح يرجعوا معنا باللعبه بشكل طبيعي، ورح احكي لكم عنه طبعا هلا بالتسريبه. وبالنسبه للسلاحين الجداد اللي رح يكونوا معنا، رح يكون معنا سلاحين جديد اللي هن الرايفل، ورح يكون معنا سنايبر، هدول كمان رح نحكي عليهم من داخل اللعبه اكثر واكثر. والشيء الثاني اللي رح يكون معنا اللي هو تحديات على اثنين سكن بشكل مجاني، رح احكي لكم عليها كمان بالتسريبات كلاتها، ولكن انا هلا عم اكد لكم بايميل صناع المحتوى اللي شركه فورتنايت تبعته لنا قبل التحديث، وهلا رح اكد لكم من ملفات اللعبه. طبعا رح يكون في طور الال تي ام القديم اللي هو تبع الطيارات اللي بتتذكروا، وحنشوف طور ال تي ام جديد اللي هو باسم سباي ويذن. هدول هن يا شباب بالنسبه لصناع المحتوى. وهلا بقى خلينا نفوت على ملفات اللعبه ونشوف شو موجود داخل ملفات اللعبه. اول شيء يا شباب بالنسبه لملفات اللعبه خلينا نفوت على السكنات بشكل كامل. نزل معنا حزمتين لسكنات لفورتنايت، حزمتين يا شباب على ستايلين، واحدة إلى ستايلين مع بيكاكس وجلادر وشنطة، تانية كمان إلى ستايل واحد ولكن ثلاث سكنات بيكاكس وشنط، هدول هن يا شباب اللي ظاهرين أمامكم. وفي كمان معنا سكنات بستايلات مثل ما ظاهر أمامكم، هذا السكن له ثلاث ستايلات، وفي هدول طبعا الإضافات كلياتها اللي صارت معنا بالنسبة لجميع السكنات. وأنا هلا رح أتركك مع مقطع صغير بورجيك جميع السكنات اللي انضافت معنا التحديث 15.10 وأرجع لكم. والاضافات الثانية اللي كانت كمان من نصيب الايموت والرقصات والبيكاكس والجلادر والشنط، هدول هن اللي ظاهرين امامكم. اول شيء معنا الشنط، هدول اللي ظاهرين يعني حلوين تقريبا، في بعض منهم حلو وفي بعض منهم مثل الدرع القديم والاجنحة البيضاء عواض البنفسجي. وفي معنا البيكاكسات اللي ظاهرة امامكم، وفي كمان معنا الجلادر اللي ظاهرة امامكم، هدول هن بالنسبة لجميع الاضافات. وبالنسبة للرقصات يا شباب انا بنصحك من هلا لا تصرف ولا في باكس، لانه رح يكون معنا رقصات كتير ورح يكون معنا سكنات كتير، فلا تصرف هلا اي في باكس لانه رح يكون معنا شغلات جديدة بالكريسماس، فانا بنصحك ما تصرف في باكس. فان شاء الله رح اتركك مع ثلاث مقاطع، المقطع الاول رح يكون عن شنطات، وبعد منه عن الرقصات، وبعد منه عن البيكاكس او بشكل ملخبط يعني، فاستمتعوا.
وبالنسبة للتحديات الجديدة اللي حتكون إن شاء الله على التنس كين اللي ظاهرين أمامكم، هدول التحديات يا شباب اللي حيكونوا كالشكل الآتي مثل مظاهرين أمامكم. اللي حيكون معنا تحديات بشكل كبير وعشوائيين وفايتين ببعض، شي بيطلب منك دمج أسود، شي بيطلب منك رقص، شي بيطلب منك سباحة من مكان لمكان، يعني التحديات مخربطين وفايتين بالحيط بشكل كبير. ولكن الزبدة من هذا الموضوع يا شباب انه احنا استوعبنا شغلة، انه في سكنين بشكل مجاني. هدول السكنين كمان الشركة اكدت لنا اياهم بايميل صناع المحتوى، فان شاء الله رح يكونوا معنا بشكل اساسي هدول الاثنين سكن، ورح يكونوا معنا موجودين بالتحديات، يعني اكدناهم من ملفات اللعبة واكدناهم من ايميل صناع المحتوى اللي بتبعته شركة ايبك جيمز. فخلص حط بالجيب انه رح يكون معك سكنين، فلا تنسى تفعل زر الجرس وتشترك بالقناة لحتى يوصلك كيف تساوي التحديات ونشرح لك اياهم بشكل مفصل لتاخذ السكنات. بالنسبة للتحديات الثانية اللي انضافت معنا ملفات اللعبة، يلي هن التحديات الخاصة بالفهد الأسود. هدول التحديات مثل المظاهر أمامكم، مطلوب منك تلعب بماتش، بيطلب منك دمج وتزور أماكن وهيك شغلات، فإن شاء الله هدول رح أشرح لكم إياهم بشكل مفصل بعدين مع الوقت. وهدول هن بالنسبة للهدايا اللي ظاهرين أمامكم اللي إحنا رح ناخدهم بالكريسماس أو براس السنة بشكل عام غير السكنات، ولكن كل هاد بده شرح لحاله بمقطع رح يكون باسمه شرح تحديات الكريسماس للسيزون 5 شابتر 2. وخلينا ننتقل مع بعض للعناصر اللي تمت إضافتها بشكل جديد. العناصر تمت اضافتها معنا اول شيء اللي هن اللي حيكونوا اثنين سلاح، السلاح الاول اللي حيكون سنايبر، والسلاح الثاني اللي حيكون رايفل مثل مظاهر امامكم. هدول هن السلاحين اللي تمت اضافتهم لملفات اللعبه. وبالنسبه لهذا الرايفل اللي طلع معنا بالاعلان ومسربه انا اكثر من يومين، وقلت لكم انه رح ينزل معنا بملفات اللعبه وفعلا نزل معنا وهلا باللعبه هو موجود. هذا السلاح يا شباب رح يكون رايفل، يعني شو شغلته ما بعرف، ممكن يكون مثل الهانتنج يعني انك انت مثل سنايبر تضرب طلقه تدمج، ممكن يكون مثلا مثل الاسولت، ما حدا بيعرف لحد هلا، ولكن مثل مظاهر امامك هذا هو. بالنسبه للامو بيسع 9 طلقات كل سلاح، وبالنسبه للدمج تبعه بتتراوح بين 55 دمج ل 61 دمج بين اللون الرير والابيك والجرين والليجندري. هدول هن بالنسبه للسلاح. وبعد منها في السنايبر، هل السنايبر ممكن تكون مع احد الدمج، هل سنايبر ممكن تكون مع احد البوتات اللي بيكونوا بتشتري منهم او مثلا التجار اللي موجودين باللعبه، هدول بتلاقيه معهم مثلا هذا السلاح، فانت ممكن تشتري منهم هذا السلاح اللي هو باسم الدراغون سنايبر. هدول هن بالنسبه للسلاحين تمت اضافتهم. تمت اضافه معنا شغلتين تانيات اللي هن السنيكي سنوبو، هدول اللي ظاهر امامك، هذا اللي انت بترميها حالك وبتعمل حالك رجل ثلجي، والشيء الثاني اللي معنا الفلوبر على شكل سنوي فلوبر. والشيء الثالث اللي تمت اضافته معنا اللي هو البيكشي اللي ظهر امامكم، هذا لا غنى عنه بكل كريسماس، بينزل معنا بشكل اكيد وبشكل رسمي. هذا بيكون عباره عن طابات ثلج بتدمج وبتخلي الخصم تبعك ينطرد لبعيد او ينتتر لبعيد، يعني مثل ما بيقول. واخر شيء معنا اللي هن صور الانتظار اللي ظاهرين امامكم، هدول هن كل شيء من داخل ملفات اللعبه. هيك كل شيء تمت اضافته من داخل ملفات اللعبه. وطبعا انضاف تراب جديد اللي هو طبعا للسيف ذا وورد، فانا ما احكي عليه لانه انا عم بحكي على البطل رويال بشكل عام. في رح يكون معنا تغيير تاني اللي هي بطل رويال او الانتصار الملكي لما تربح الجيم رح تكون بالشكل الاتي، اللي هي عبارة عن تلج ومكتوب جواتها فيكتور رويال هاشتاج واحد اللي انك انت التوب الاول يعني. وشكل الماب اللي طبعا لا غنى عنه بتغيير بكل كريسماس او راس سنة، اللي هو رح يكون باللون التلجي، ورح يكون فيها طبعا ليش هيك لونها يا شباب، انه انت يا نيمو ليش لونها باهت الخريطة؟ هاي الخريطة لونها باهت لانه رح يكون فيها ضباب مثل كل سنة، يعني كل سنة رح يكون في معنا ضباب، ورح يكون هذا الشيء المقرف معنا طبعا كل سيزون. بنستنى بقى ليخلص الكريسماس وتعدي هالفترة هاي وبعد منها بنرجع للشكل الطبيعي. وهذا هو شكل اللوبة مثل مظاهر امامكم للناس اللي لسه ما حدثت، هذا هو شكل اللوبة اللي حيكون للكريسماس ان شاء الله، فهو يمكن تفعل او ما تفعل انا ما بعرف لحد الان ما فتح اللعبة. وطبعا هذا هو بالنسبة لجميع التسريبات. فلو عجبك اي شيء وشو احلى شيء لقيته بالنسبة لهالتسريبات من سكنات وبيككسات والقصص، اكتب لي تحت بالتعليقات، ولا تنسى تشترك وتفعل زر الجرس ليوصلك كل التحديات الجديدة لحتى تقدر تحصل 2 سكن وكود دعم بالاتم شوب بنموت سعر لزار امامكم وبرعاية الله.